الشاعر مبارك بن حمد آل مانع العقيلي، ولد في سنة 1876 في منطقة الهفوف إحدى قرى الحساء، وأغلب الظن أنه ولد في حي النعاثل الذي كانت تسكن فيه أمه، ولم يكن والده من أهل الحساء، بل قدم إليها من حوطة بني تميم إحدى القرى المجاورة للرياض، وفيها يسكن أبناء عمه إلى اليوم. وقد توفي والده في أحد أسفاره إلى عمان، وكان مبارك لا يزال صغيرا. ولد العقيلي ورياح الحرب تعصف بالناس في كل أنحاء الجزيرة العربية، فللإنجليز نفوذ ومطمح وخطط يدبرونها، وللأتراك نفوذ ومطامع كذلك، وهم يتقاسمون السيادة على هذه الشعوب الضعيفة آنذاك، والقبائل البدوية في كر وفر مع بعضها بعضا، ولو بيئة تنتشر من حين لآخر فتقضي على كم من هائل من الناس، ولا دواء ولا مصحات، وليس هناك مدارس للتعليم إلا قليلا لتعليم نفر قليل من الناس القرآن وبدايات فقهية وبعض القواعد اللغوية، وظهور علماء كبار لا يدل على كثرة العلم، لأنهم قليل في كثير لا يعرف من العلم إلا اسمه. اشتهر العقيلي منذ صغره بذكائه الحاد، حتى بدأ الناس في خلق القصص والأساطير عن ذكائه، وليس غريبا عليه وهو منادم الملوك، وهو في سن مبكرة لم تتجاوز 21 عاما، ومن أصحابه الكهول والشيوخ. يقول الشيخ أحمد بن علي آل مبارك رحمه الله عن أخيه الشيخ إبراهيم بن علي رحمه الله، وكان صاحبا للشاعر منذ صغره، إن أول نبوغه كان في الخط العربي، ونبوغه ينحصر في أمرين: الأول حسن خطه، والثاني التفنن في الخط باليد اليمنى أو اليسرى، وحتى يقال بأصابع قدميه، مما كان يبهر الناس ويعدونه من الخوارق العجيبة. وكان يملك أقلاما خاصة صنعها بنفسه يكتب بها، ومن طرائفه أنه كتب سورة ياسين على بيضة، وكتب سورة قل هو الله أحد على حبة قمح. وقد نبغ في نظم الشعر منذ صغره، فكان يكثر منه بالفصحى وبالشعبي، كأنه سيل متدفق، إلا أنه قليل الاحتفاظ بشعره. وكانت له ملكة شعرية قوية تمكنه من ارتجال الأشعار متى ما أراد. يقول العقيلي في وصف نبوغه هذا: أرى كل إنسان يقولون شاعر، وعنه الشعر أمسى بعيد المنايل، تعالوا بنا في ماقف الحق ندعي، تشوفون من منا عن الحق زايل، أنا الشاعر الخنذيذ والمعجز الذي بنظم القوافي حزت أسنى النفايل. في عام 1897 وفي طريقه إلى مسقط، نزل الشاعر في إمارة دبي التي كانت تعج بالتجار والمتسوقين، والبضائع تأتيها من كل مكان بسبب السياسة المستنيرة التي انتهجها الشيخ مكتوم بن حشر، مما جعل دبي مقرا لكبار التجار ومعبرا للسفن والبضائع. وقد توجه الشاعر إلى الشيخ مكتوم فأكرمه وأنعم عليه، وكان العقيلي يرى هذا من إجابة دعائه، حيث أنه جرت له خصومة مع أحدهم، فدعا أن الله يهيئ له من يعينه، فاستجيب له وتم له مراده. يقول العقيلي في مدح الشيخ مكتوم بن حشر، وهي قصيدة طويلة، منها: بشراك يا نفس بالإقبال بشراك، قد طاب من فضل ذي الألطاف مرعاك، وحست خيرا كثيرا لا مزيد له، لظل شيخ دبي الأشيم الزاكي. بعد ذلك غادر الشاعر العقيلي دبي متجها إلى عمان، حيث بقي في عاصمتها مسقط عدة سنوات في خدمة السيد فيصل بن تركي آل بوسعيد سلطان عمان، إلا أنه ارتبط بصلة وثيقة مع السيد فيصل وابنه تيمور وبعض كبار الشعراء في ذلك الوقت الذين كانوا في خدمة السيد، أمثال الخليلي وبن زهران والمر بن علقم والشيخ محمد بن شيخان والشيخ سعيد بن مسلم. ولعل وجوده مع هؤلاء الفحول قد أشحذ فكره وقاده إلى المنافسة الشعرية، وكان في هذه الفترة ينتقل ما بين مسقط ودبي والبحرين والأحساء.
في سنة 1903 رحل العقيلي من مسقط بعد سنوات قضاها بين أهله وأحبابه الذين أحبهم وأحبوه، فبدأ رحلته أولا بالذهاب إلى زيارة والدته في لفوف، ثم رحل إلى المحمرة إحدى المدن الإيرانية اليوم، وبقي فيها سنتين، وفي عام 1905 عاد إلى دبي حبه الأدب الأبدي وموطنه الذي دفن في ثراها. بعد وفاة الشيخ مكتوم وانتقال الحكم إلى الشيخ بطي بن سهيل في سنة 1906، عمل مبارك العقيلي عند الشيخ بطي حاكم دبي الذي كان معروفا بحبه للأدب والشعر، وكان شاعرا بل من كبار شعراء وقته، وبقي عنده طيلة فترة حكمه حتى وفاة الشيخ سنة 1912، وتولى بعده الشيخ سعيد بن مكتوم. في هذه الفترة أنشد شاعرنا كثيرا من الأشعار في مدح الشيخ بطي وآل مكتوم، ومدح أيضا الشيخ زايد بن خليفة وأبنائه، وأثنى على أهالي الإمارات الذين أكرموا ضيافته حتى أنه نسي أهله وبلاده التي ولد فيها. اتصل الشاعر بالشيخ سعيد بن مكتوم الذي أكرمه وقربه منه، وقد قال العقيلي قصيدة خالدة بمناسبة زواج الشيخ سعيد بالشيخة حصة بنت المر، وذلك في سنة 1906، يقول فيها: هنيت ببلوغ المنى والأطاليب، يا نجل شيخا للثنى الجزل كساب، هنيت يا ابن الأكرمين الأطايب، أعلى نسب ياسن إذا عد الأنساب، هنيت يا راعي الهلا والتراحيب، يلي نشب بحبوحة العز واداب. وفي هذه القصيدة يظهر الشاعر إعجابه الشديد بالشيخ سعيد بن مكتوم، ويمدح شخصيته المتدينة الطيبة التي لم ترمى بعيب ولم يصبها كبر منذ نشأتها، وهو الذي يقوم بالواجب لكل الناس الجار والأقارب والأصحاب، وهو يوفي ذمته ولا يخونها، وذكره طيب بين الناس لا يشوبه كدر. ومن جزل الشعر قول العقيلي يمدح الشيخ حصة وابنها الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، يقول فيها: أي ابنة الرجل المحذور سطوته، وأم خير فتى في باعه طول، لم يهوى غير المعالي منذ نشأته، وكل هاو بما يهواه مشغول، لم يثنه عن لقاها قول ذي خور، ولم يخونه إرجاف وتهويل، بيض مناقبه صفر مواهبه حمر قواضبه ما قال مفعول، يا حصة فاق كل الحص جوهرها، يتيمة العقد والباقي تنابيل، إن كنت للمجد قد أنجبت أوسمة، فأنت للمجد فوق الهام إكليل. وهكذا تمر سنوات العمر، فبعد سنوات طويلة قضاها متنقلا من بلد إلى بلد، وصيت ذائع بين الملوك والشيوخ كأحد أبلغ شعراء العامية وأنبغ شعراء الفصحى في الخليج، يأتيه القدر المحتوم في دبي مهو فؤاده وحبه الأبدي، حيث وافاه الأجل سنة 1954، ولا عقب له ولا زوجة، لأنه لم يتزوج طوال حياته، ولم يترك إلا بيتا في الراس في ديره تركه وقفا لله، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته.